ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هكلمكم النهارده على تحليل البول او فحص البول واهم رموزه ومعانيه والامراض المصاحبه من اجراء التحليل البول. اول حاجه، تحليل البول هو فحص بصري وفيزيائي وكيميائي لعينه بول للكشف عن وجود اي مشكله او اضطراب صحي معين من اجراء هذا التحليل. فأحيانا الشخص اللي هيعمل التحليل ده لابد ان هو لو يقول للطبيب على كل الأكل اللي أكله في الفترة دي أو الأدوية اللي بياخدها، عشان ممكن أحيانا الفحص بيتأثر ببعض الأطعمة زي مثلا الشمندر، ممكن يغير من فحص هذا التحليل. طيب، تحليل أو رموز تحليل البول ودلالاتها. أول حاجة، إن إجراء تحليل البول لابد إن هو يتعمل في الصباح الباكر. ليه؟ لأنه بيكون التحليل أو البول بيكون مركز في الفترة دي، والتركيز ده بيطلع لنا النتائج الصحيحة والحاجات المهمة اللي ممكن تظهر لنا من إجراء هذا التحليل. ازاي بقى بنتم او بتفحص العينه في المعمل؟ اول حاجه، في حاجه اسمها عندنا فيزيكال اكزامينيشن، يعني فحص فيزيائي او الفحص البصري بتاع العينه. بيكون عندنا مجموعه من الحاجات. اول حاجه، حاجه اسمها الفوليوم، يعني كميه العينه اللي جات لنا في الكب كان كميتها قد ايه. الكالر ده مهم جدا في هذه العينه، لان اللون الغير طبيعي للعينه بيدل على حالات مرضيه مختلفه. هنا كانت الكالر اللي طلعت لنا دي بيلو، يعني لون اصفر قاتم، ومعنى كده ان الحاله دي ممكن يكون عندها املاح في البول او مشاكل صحيه اخرى. المفروض ان اللون بتاع البول يكون لون اصفر فاتح شفاف، ما يكونش فيه اي تعكير. كمان لو كان اللون احمر او بني، ده دليل على حالات مرضيه خاصه بمرض الكبد. لو احمر معنى كده ان في دم ممكن يكون خرج في البول، واحيانا بيبقى لونه احمر لو حد كان واكل مثلا حاجه زي الشمندر. فبالتالي قبل اجراء العينه لازم نقول للدكتور الاكل اللي انا اكلته ايه. الاسبكت يعني التعكير بتاع العينه، المفروض ان عينه البول بتكون شفافه. هنا العينه تربد يعني معكره. في حاجة، لو كانت العينة معكرة برضو، ده دليل على في بروتين ده خرج في البول، ودي ممكن يكون مشكلة صحية أخرى للمريض ده. كمان بنشوف هل فيها أبلاد دم ظاهر في العينة ولا لأ. هنا ما كانش فيه أي بلاد في العينة، فكان فيها نال. كمان الميوكس، لو في مثلا أي إفرازات أو حاجة، ده اسمه مخاط. المخاط ده برضو نل، يعني مفيش اي حاجة. الرياكشن بتاع تحليل عينة البول لازم يكون الكالاين. لو كان بنشوف هل هو الكالاين او اسيدك، لان الالكالاين بيكون له املاح والاسيدك بيكون له املاح اخرى. بعد كده بندخل على الفحص الكيميائي للعينة. بيكون في شريط كده بيدخل جوه عينة البول، بيفحص لنا مختلف الحاجات الموجودة في العينة نتيجة لتغير لونها أو وجود منتج غير طبيعي فيه. حموضة البول اللي هي الأسيدتي، البي اتش بتاع البول، بنشوف البي اتش بتاع البول ده هل هو أسيدك، لأن الأسيدك بيكون ليه أحماض، ولو كانت درجة الحموضية عالية بيكون في أمراض مصاحبة، أمراض كلى أو حصى أو التهاب في المثانة أو مشاكل أخرى متعلقة بالحموضية البول. البروتين هنا بيتفحص برضو، لو في بروتين وجوده بيدل على وجود مشكلة في نظام الترشيح الخاص بالكلى. ففي الوضع الطبيعي إن الكلى بترشح الدم من مجموعة من الفضلات، فعبور بعض الفضلات عبر هذا جهاز الترشيح معنى كده ان في مشكلة في متعلقة بالكلى. هنا كان البروتين مفيش، فمفيش عندنا المشكلة دي. تاني حاجة، الجلوكوز ده فحص السكر في الدم. السكر لما يزيد، لو كان المريض ده مريض سكر وزاد في الدم، تبدأ السكر ده يهرب ويظهر في البول. فلما بيظهر بالبول يعني دليل ان هو مرض السكر، فهنا الجلوكوز برضو مش موجود. الكيتونز برضو مش موجودة. اليوروجلوبين اللي هو الحاجات
او البيلي روبينز، بتكون نواتج من خلايا تحطيم كرات الدم الحمراء، وبيكون وضعها الطبيعي ان ما يكونش فيه. لو ظهرت معنى كده ان في مشكلة في الكبد، ولابد ان يتم ايه الفحص الكبد لان احنا نشوف الاصابة دي. احنا كده البيليروبين كان نال واليوروجلوبين كان نال، يعني ما فيش. بعد كده بنشوف في بلود في الدم ولا لا. لو في بلود بيظهر على الدبستيك، النيتريت برضو ده وجود بكتيريا، فلو كانت موجودة يبقى معنى كده في بكتيريا، ولابد ان احنا نعمل مزرعة. ال specific gravity في جزء احنا اهملناه هنا، المفروض تكون بين 1015 ل 1025. فلو كانت النسبة بتاع ال specific gravity، الوضع الطبيعي بيكون من 1006 ل 1030. لو كانت اعلى او ازيد ده بيكون بيدل على مشكلة في الكلى. طيب تعالوا بقى في برضو بعض الحاجات التانية اللي بتشير برضو لوجود السكر زي الكيتونز، لو موجودة بيصير برضو الإصابة بالحمض الكيتوني السكري. الهيموجلوبين، النيتريت قلنا وجود التهاب أو في بكتيريا في المسالك البولية. آخر جزء بنعمله اللي هو الفحص الميكروسكوبي، وده بيدل بيظهر لنا لو في خلايا صديدية في العينة أو خلايا كرات دم حمراء أو بكتيريا أو أي حاجات تانية ممكن تظهر لنا في العينة من جراء الفحص الميكروسكوبي. هنا لقينا إيه؟ في RBCs، يبقى معنى كده إن النسبة المفروض تكون من 1 لـ5، فهنا النسبة كانت عالية جدا، دليل على وجود دم في البول، يعني من 24 لـ29 ده عالية جدا في الفيل. فمعنى كده أحيانا بتكون بتظهر بالصورة طبيعية لو كان الست اللي عملت التحليل ده عندها دورة شهرية. الخلايا الصديدية المفروض برضو النسبة تكون من 1 لـ5، لقينا هنا oven count in clump، معنى كده أو over count in clumps، يعني معنى كده معناه ان في خلايا صديدية كتيرة جدا اتجمعت وعملت لنا زي ما تكون مستعمرة صغيرة، يعني معنى كده ان في التهاب شديد جدا لصاحب العينة دي. الكاست ده لو ظهر لنا يبقى في مشاكل كبيرة في الكلى، سواء في الفحص بقى في النفرونز او مشاكل في جهاز الترشيح نفسها الخاصة بالكلية. الكريستالز اللي هي مجموعة من الأملاح اللي بتظهر لنا في البول، في أملاح بتظهر في عينة البول لما بيكون حمضي، وفي عين أو في أحيانا عينات أخرى أو أملاح أخرى بتظهر في البول لو كان قلوي. الإبيثيليال سيل لو العينة دي كانت عينة الراجل المفروض ما يظهرش فيها أي خلايا طلائية، إنما لو ظهر يبقى عنده مشكلة برضو في جهاز، في مشكلة في الجهاز البولي او المثانه عنده. الابيثيليال سيل دي هي موجوده، ولو برضو نسبتها كبيره بالنسبه للست هو بطبيعي بتكون نسبتها صغيره، انما لو زادت دليل برضو ان في التهاب عند الست دي. بعد كده الاملاح اللي موجوده هنا امورفوس، يعني في مجموعه من الاملاح في الجسم ولكن كان كميتها صغيره. اليستيست دي يعني خميرة، يبقى معنى برضو وجودها وجود في التهابات. بكتيريا، لو البكتيريا موجودة يبقى احنا بنقول ان لازم من الشخص ده يعمل مزرعة. لو في بقى اي اوفا خاصة باي بارازايتس او كده بتظهر لنا، فالحمد لله هنا ما كانش فيه. لو اول مرة تشوفونا في القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكوا منا كل جديد. شكرا.